بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يثبتنا على الهدى والحق حتى نلقاه، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، يعود اللقاء بكم من خلال هذه المذاكرة وهذا الدرس الذي نتذاكر فيه آيات من كتاب ربنا جل جلاله. نقف مع معاني الكلمات، ونقف مع المفاهيم التي تتضمنها الآية، ونقف مع هداياتها التي نحن أحوج ما نكون إليها، وكيف لا يكون الحال كذلك والقرآن هدى والقرآن روح والقرآن نور. وهل يستغني الإنسان عن الهدى؟ وهل يستغني الإنسان عن الروح؟ وهل يستغني الإنسان عن النور ليرى طريقه؟ وهذه أوصاف هذا الكتاب الكريم كما جاء فيه هذا الوصف لهذا الكتاب. فالله عز وجل قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فالكتاب هدى والكتاب روح والكتاب نور. والإنسان في دنياه في طريقه إلى الله وفي إنجاز رسالة الوجود التي خلق لأجلها وفي إنجاز مقصود هذه الحياة بالنسبة له، أحوج ما يكون إلى هاد يهديه الطريق وإلى دال يدله للرشاد. وليس شيء بعد هداية التوفيق، هداية الله جل جلاله، من الأمور التي جعلها الله عز وجل طريقا موصلا وبيانا مرشدا للإنسان إلى تلك الغاية العظيمة الهداية. فجعل الله عز وجل القرآن هدى، وجعل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم هدى، وجعل الله عز وجل بيته العتيق هدى. فلذلك لا غنى للإنسان عن كتاب ربه عز وجل وعن أصول الهدى التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. ما من شك أن الجهد
الذي يبذله الإنسان لأي شيء على قدر قيمته ومكانته وأثره ومنفعته للإنسان، فإن الإنسان يتوجه إليه بالجهد، وليس هناك أهم في حياة الإنسان من تحصيل الهدى، إذ به يكون من الناجين، وبه يكون من السعداء، وبه يحيا الحياة الطيبة، وبه ينجز غاية الحياة عندما يكون مهتديا بهدى الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت مكانة الهدى بهذه المنزلة وأنها لها هذا التأثير على حياة الإنسان، فحقيق بالإنسان أن تكون هذه أعظم مطالبه في هذه الحياة، وأعظم الأمور التي يبذل الجهد لتحصيلها. ولذلك نجدها كما نكرر ذلك، نجدها في صدر وفي قلب سورة الفاتحة التي هي أول سور القرآن ترتيبا بحسب ترتيب المصحف، ونجد في قلبها ذاك الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم، طلب الهدى، يكرره المسلم في كل ركعة من صلاته، يسأل الله عز وجل الهدى، وليس مع الهدى طلب آخر، أن يكون على طريق المهتدين وأن لا يكون على طريق المفارقين للهدى وهم الضالين. وهذا الأمر أقول أيها الإخوة الأكارم يستدعي منا أن ندرك ما هي قيمة أن نقرأ هذا القرآن، وأن نتدبر هذا القرآن، وأن نفهم مراد الله عز وجل من آيات القرآن، وأن نبني بحقائق القرآن الإيمان واليقين في قلوبنا بناء يدفع القلب بتلك الحقائق الربانية وتلك اليقينيات التي امتلأ بها، وهو يفهم ويعي مراد الله عز وجل من كلماته وآياته في القرآن العظيم، فيعود القلب إلى نفسه ليكون دوره الأول وجهده الأول وبذله الأول وعطاؤه الأول وتأثيره الأول على المجاور له في السكن، وهو صدر هذا الإنسان، أن يعود على نفسه ليجتهد في تزكيتها، لأنه أدرك أن الفلاح في تحصيل الهدى، وأن النفس لن تفلح حتى تتزكى وتزكيتها بأن تهتدي لهدى الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعود القلب على هذه النفس بهذا الجهد الكبير والعمل العظيم الذي قررت آيات القرآن أن المفلح هو من قام به، في قوله عز وجل: قد أفلح من زكاها، بعد 11 قسم متتابعة تتقرر هذه الحقيقة أن المفلح من زكى نفسه، وهذا هو مجهود القلب عندما يعي مفهوم الهدى، وعندما يعي مضامين هذا الهدى، فإنه يعود بها على نفسه ليحقق فيها التزكية، ليحقق فيها التزكية. هذا الجهد الكبير الذي يبذله الإنسان حقيقة لا يعدله
أي جهد، ولا ينبغي أن يعدله أي جهد يبذله الإنسان مع نفسه وإصلاحها، لأن بها يكون الإنسان إنسانا، وبها يكون الإنسان مؤمنا مسلما، وبهذا يكون الإنسان يحقق مقصود وجوده، وبهذا الأمر يكون الإنسان عظيما في ملكوت السماوات، وبهذا يكون الإنسان محل الرضا عند الله سبحانه وتعالى. وعندما نتأمل القرآن ونرى، والقرآن كتاب هدى أنزله الله عز وجل ليهتدي هذا الإنسان، كما تبين لنا أن هذه الصفة العظيمة للقرآن أنه هدى ذكرها الله سبحانه وتعالى في صدر سورة البقرة بعد الدعاء الذي في قلب سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وكأن الله عز وجل يقول: ها أنتم طلبتم الهدى من ربكم عز وجل، فها هو الأمر الذي أكرمكم الله عز وجل به، خذوا به يتحقق لكم الهدى، إنه كتاب الهدى. ثم إذا تأملنا في هذا القرآن ووجدنا ما تضمنه من خلال هذه الآيات الكريمة التي احتضنتها سور القرآن وأجزاؤه، فإننا ندرك أن الأمر يحتاج إلى جد، ويحتاج إلى عزم، ويحتاج إلى تعلم وتعليم، وإلى مذاكرة وتذكر، وإلى عمل وجد واجتهاد، وأن الأمر ليس بالهزل، خذ الكتاب بقوة، وأن هذا القرآن بطريقته وما فيه من آيات القرآن فإننا نجدها تتجه بالإنسان ليبنى في قلبه أصول الهدى بيقين وبقناعة وبرضا ووضوح، وليس الأمر مرورا عابرا. لذلك جاء الأمر بتكرار قراءة القرآن، وجاء الأمر بتدبر القرآن، وجاء الأمر بالإيمان بحقائق القرآن، ثم جاء الأمر بالعمل وإخضاع الجوارح لأوامر القرآن. إذن لا بد من أن يكون لهذا القرآن شأن في حياتنا، وشأن في محل في أمر تعليمنا، وأن يأخذ حظه اللائق به، وإلا سيدخل هذا الإنسان في تلك الشكوى النبوية التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نقدم بين يدي الآيات التي نقف معها في لقائنا هذا بمشيئة الله وتوفيقه وتسديده، لأن هذه الآيات تعرض مرحلة من مراحل البلاغ المبين الذي أداه النبي صلى الله عليه وسلم. ما على الرسول إلا البلاغ، أداه لأمته، أداه لأهل الكتاب من اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة النبوية، وللنصارى الذين كان لهم وجود في نجران، فأدى لهم
هذا النصح وهذا البيان، فالآيات التي بين أيدينا تعرض تلك الحال. فالقرآن يتنزل ليؤيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن يتنزل ليكون مادة البلاغ التي يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم للناس. أليس من غايات النبوة والرسالة أن يقرأ عليه الصلاة والسلام القرآن على الناس؟ أليس الله عز وجل قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته؟ فينزل القرآن ليتلوه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، ليتلوه على أهل الكتاب، ليتلوه على المؤمنين، ليتلوه على كفار قريش، ليتلوه على المنافقين، ليتلوه على الناس عليه الصلاة والسلام، لأن الله أمره بذلك. ثم هو يبين لهم ما ارتبط بآيات القرآن، والناس يقفون من آيات القرآن موقف القابل لآياته، المصغي لحقائقه، المؤمن بما جاء في آيات القرآن، وفريق يعرض عن ذلك ولا يقبل. والله عز وجل حكيم، والله رحيم جل جلاله، فيتكرر العرض ويتكرر الخطاب وتتكرر الحجج والبراهين، ويتجدد الخطاب وتتجدد معه الحجج والبراهين، فيمتلئ هذا القرآن العظيم بالآيات البينات التي بها تقوم الحجة على من وصل له هذا البلاغ. وكل ذلك ليكون في هذا الأمر رجوع لمن كفر، وليكون في هذا الطريق تثبيت لمن آمن وقبل، وليكون فيه مراجعة لمن نافق وسلك طريق المخادعة. فلذلك نجد هذا الأمر في القرآن بهذا الوضوح، الميثاق الذي الله عز وجل أمر الأنبياء أن يعلنوه للناس وأن يأخذوا منهم الميثاق، وأن الشروط لقبول ذلك الميثاق هي ثلاثة. أما الأول من تلك الشروط إنما هو مجيء الرسول المبلغ عن الله، وأما الثاني فهو تصديق الرسول لمن سبقه من الأنبياء والرسل، وأما الثالث فإنما هو مجيء البينات والآيات الواضحات التي تدل على صدق النبي والرسول. فهذه أمور ثلاثة، ولذلك قلنا نجد في القرآن أن الأنبياء يتعامل بعضهم مع بعض وفق طريق واضح ساروا عليه. هذا الطريق يقوم على تلك الدعامتين: الأولى أن النبي يصدق بمن سبقه ويعلن ذلك للناس،
والأمر الثاني أنه يبشر بمن بعده، وهذا وجدناه في القرآن، وهذا وجدناه في القرآن. وبين أيدينا ما يدل على ذلك، فنجد في آية الميثاق قول الله عز وجل كما مر معنا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. إذن هذا الشرط الأول مجيء الرسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ثم إيمان الرسول بمن سبق، فوقفنا في درسنا الماضي مع قول الله عز وجل بعد آية أخذ الميثاق السابقة، بعدها بآيتين قال الله عز وجل: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذن هذا الشرط الثاني بعد مجيء الرسول أن الرسول يعلن تصديقه لمن سبقه من الأنبياء، لمن سبقه من الأنبياء. وأما البشارة قلنا كما قال الله عز وجل وهو يحكي تبشير عيسى عليه السلام برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام في قوله عز وجل كما في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن هو يبشر بمن يأتي بعده من الأنبياء والرسل. فالله عز وجل يقول وقد قال: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فالله عز وجل يخاطب أهل الكتاب، وقيل اليهود على وجه الخصوص الذين كانوا في المدينة على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دعاهم إلى الدين، إلى الإسلام والإيمان بالقرآن والتصديق بالنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، لكنهم ما قبلوا وأرادوا أن يبقوا على ما هم عليه. وكما تبين لنا من خلال الآيات السابقة أن ما هم عليه ليست هي دعوة من سبق من الأنبياء، بل أحدثوا وبدلوا وغيروا مما جعل أمرهم أنه ليس هو على دين أنبيائهم، وأن ما هم عليه ليس هو الإسلام الذي كان عليه أنبياء بنو إسرائيل. فقال الله لهم كما مر معنا في دروسنا الماضية: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ثم يأمره الله أن يعلن صلى الله عليه وسلم إيمانه بالأنبياء وأنه هو المصدق للأنبياء، وأعلن ذلك لهم. ثم
يقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الآية الكريمة، الارتباط بين هذه الآية والآية التي قبل التي قبلها: أفغير دين الله يبغون، ثم يقول الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الآية من المخاطب بها؟ من المخاطب بها؟ فقيل أن المخاطب بها، لأن الآيات هي تعرض هذا العرض في موقف النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، فيكون المخاطب هنا على قول عدد من المفسرين أهل الكتاب. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبعض المفسرين قال أن هذه الآية وما بعدها نزلت في أمر عدد ممن أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج ثم ارتدوا عن الإسلام، وخرجوا من المدينة وجاءوا إلى مكة، ومنهم الحارث ابن سويد في نفر حصل ذلك منهم، فقالوا أن الآية نزلت في أمرهم. ومن المفسرين من قال أن الآية تشمل هؤلاء وهؤلاء، ولعل هذا أظهر، وعموم الآية يدل على ذلك. فيقول الله عز وجل لهؤلاء ولهؤلاء: من يبتغي، أي من يريد غير الإسلام، الإسلام هنا. إن قلنا المقصود هؤلاء الذين ارتدوا من الأوس الخزرج، فيكون هنا الإسلام قولا واحدا، هو ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أصوله وتشريعاته. ومن قال أن الأمر مراد به اليهود والنصارى فالإسلام هنا، من المفسرين من قال هو الاستسلام لله عز وجل وكمال الخضوع له سبحانه وتعالى، وهو هذا الأمر الذي اتفق عليه كل الأنبياء والرسل ودعوا إليه أقوامهم. فيكون من يبتغي غير الإسلام دينا القائم، أي الإسلام القائم على الخضوع لله والاستسلام لله وإفراده جل جلاله بالعبادة، قالوا فهذا الإسلام الذي يتضمن هذا المعنى، لأنه متى ما قام هذا المعنى لحق به قبول التشريع، ومنهم من قال بل المقصود هنا الإسلام الذي جاء به النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، وبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقبل الله عز وجل من أحد دينا إلا الإسلام، هذا الذي جاء به النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. فيقول الله عز وجل: فلن يقبل منه، أي لن يرضاه الله عز وجل،
منه ولن يجازيه عليه الجزاء الحسن، بل يرد عليه فلن يقبل منه، فهو لا يعتبر من المسلمين ولو ادعى ذلك، فدعواه غير صحيحة باطلة، لأنه حتى يكون في الدنيا من المسلمين لا بد أن يعلن القبول لهذا الدين الذي جاء به النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فلن يقبل منه. وهو في الآخرة إن بقي على ذلك ولم يتب من هذا الأمر إلى موته ولقي الله عز وجل بذلك الدين، فهو في الآخرة من الخاسرين، فهو في الآخرة من الخاسرين، أي الذين وقعوا وأدخلوا أنفسهم في الخسران، فهم في خسارة وليسوا في ربح وليسوا في تحصيل منفعة، بل في تحصيل مضرة، في تحصيل مضرة، فيكون خاسر. ومن خسر في الآخرة ماذا بقي له من الربح؟ وأعظم خسارة في الآخرة حين يخسر الإنسان نفسه، الذين خسروا أنفسهم، فإذا ما خسر نفسه فقد وقع في الخسارة العظيمة. وكيف يخسر الإنسان نفسه؟ عندما يعمل على ما يتلفها وعلى ما يكون سببا في دخولها إلى النار وإلى عذاب الله، فيكون الإنسان قد خسر نفسه، يكون قد خسر نفسه عندما يسلك طريقا يشقيها ولا يسعدها، فيقول الله عز وجل وهو في الآخرة من الخاسرين. فلذلك كل من لم يقبل الإسلام كدين ويخضع له من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو خاسر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مررت بقبر مشرك فقل بشرك الله بالنار يا كافر. فلذلك من لم يقبل الإسلام دينا، فجاءت هذه الآية الكريمة لتكرر هذه الحقيقة، أنه في الآخرة من الخاسرين، الذين وقعوا في الخسارة والذين أدخلوا أنفسهم فيها. ثم يقول الله عز وجل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. كيف هذا؟ سؤال عن الأحوال، كيف تستخدم في السؤال عن الحال، وهي هنا جاءت للتعجب، للتعجيب من حال هؤلاء القوم. فالاستفهام هنا استفهام إنكاري، فيقول الله عز وجل: كيف يهدي الله؟ لذلك نعود هنا إلى قضية الهدى التي أشرنا إليها في أول درسنا، وتبين لنا أن الهدى ينقسم إلى قسمين: هدى التوفيق وهدى الدلالة والبيان. أما هدى التوفيق فهو إلزام هذا القلب قبول الحق، وأن هذا الأمر لا يطيقه إلا الله جل جلاله، وهو له وما أعطاه لأحد سواه. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأما النوع الثاني وهو هدى البيان والتوفيق، وهذا ما قلنا أنه مرتبط بالقرآن وبالنبي عليه الصلاة والسلام،
وبالبيت العتيق. فهذه أصول جعل الله فيها هدى البيان والدلالة والإرشاد. فيقول الله عز وجل: كيف يهدي الله؟ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ إن كنا المقصود هؤلاء الذين ارتدوا فالأمر ظاهر، لأنهم كانوا قبل ردتهم أعلنوا إسلامهم وأظهروه وأعلنوا تصديقهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالقرآن الذي معه، ثم ارتدوا عن ذلك، فكان ارتدادهم خروج من الإسلام إلى الكفر. ومن قال أن المقصود أهل الكتاب فيكون المقصود كفروا بعد إيمانهم، يكون الإيمان السابق وهو إيمانهم بما في كتبهم من ذكر الأنبياء الذين بعثوا فيهم، ومن ذكر النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، والإيمان المطلق بالأنبياء بمن سبق وبمن سيلحق، فهذا كان السابق منهم. ثم عندما بعث النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام المذكور عندهم في كتبهم، فإنهم لم يقبلوا، فكان عدم القبول إدخال أنفسهم في الكفر. فالفريق الأول شهد بأن هذا النبي حق وأنه أعلن إيمانه، وأهل الكتاب أعلنوا الإيمان بالأنبياء السابقين، وكذلك كانوا يذكرون النبي المبشر به، وهذا الإخبار إخبار مؤمن به قبل قدومه وقبل مجيئه وقبل بعثته، لكنه عندما بعث لم يؤمنوا به ولم يصدقوه. فيقول الله عز وجل لهؤلاء الذين كان هذا صنيعهم وهذا فعلهم، فيقول الله لهم، يخاطبهم ويخاطب المؤمنين، فيقول: كيف يهدي الله؟ فإذا هو هذا الاستفهام الإنكاري الذي يتضمن إنكار أن يحصل لهم هذا الهدى وقد وقعوا في هذا الجرم العظيم الذي هو التخلي عن الإسلام بعد إيمانهم، وشهدوا أن الرسول حق. فإذا هؤلاء إن قلنا الذين ارتدوا من الأوس فهم قد شهدوا قبل هذه الردة وأعلنوا تصديقهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قلنا أهل الكتاب فشهادتهم عندما كانوا يبشرون بالنبي الخاتم ويقولون للأوس والخزرج أنه سيبعث نبي آخر الزمان وأنهم سيكونون أتباعه، إذن هذا إعلان، وإن كان هو بعد لم يبعث لكنه كان إعلان قولي منهم، فالله عز وجل يذكر ذلك عنهم: وشهدوا أن الرسول حق، أي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه حق، أي بعثته حق ودعوته حق، وجاءهم البينات. وهذا الشرط الثالث، إذن بعث النبي وأعلن تصديقه بمن سبق، ثم جاء بالبينات بالحجج الدال على صدقه وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم، أجرى الله على يديه من الآيات العظيمة ما على مثله يؤمن البشر، فأنزل عليه الكتاب القرآن، وهذا من أعظم آياته وأدلة صدقه صلى الله عليه وسلم،
هذا القرآن العظيم كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا الكتاب العظيم الذي حفظه الله وتكفل بحفظه إلى يوم القيامة، فكان هذا آية بينة من البينات التي أيد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. والقرآن آية بينة في حقائقه التي يذكرها، والقرآن آية بينة في تشريعه المحكم الذي جاء به، والقرآن آية بينة في ذكره للتأريخ والتفسير لأحداث التأريخ، والقرآن آية بينة وهو يخبر عن مستقبل الحياة للناس. فالقرآن كتاب الحقائق والحقيقة، سواء كان في الإخبار عن ماضي الناس وتاريخ جنس بني آدم، أو سواء كان في أمر تشريعه ونظمه، أو سواء كان فيما يتعلق بحقائق الوجود الكبرى، وسواء كان ما يتعلق بإخباره عن المستقبل، فالقرآن جاء في ذلك كله بالبينات الأدلة الواضحات الدالة على أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى. والحاجة ملحة حقيقة على الوقوف مع تلك الآيات البينات التي جعلها الله عز وجل في كتابه، وهو صلى الله عليه وسلم آية بينة بما كان عليه من الاستقامة وقيامه بالدين، وبما كان عليه من الخلق الحسن وتمام ذلك فيه، وبما كان منه من البلاغ المبين والصبر والثبات، وبما كان منه من حسن العشرة وتيسير الدعوة والبلاغ، فكان هو صلى الله عليه وسلم آية بينة على صدق هذا الدين، على صدق الإسلام. وجاءهم البينات. إذن الأمور الواضحات. ثم يقول الله عز وجل: والله لا يهدي القوم الظالمين بما صنعوا، خرجوا من دائرة الإسلام إلى دائرة الظلم بردتهم وتركهم للإسلام، أدخلوا أنفسهم في هذه الدائرة العظيمة التي هي محل الذم عند الله، قائمة أهل الظلم. والله عز وجل برأ ذاته العلية عن هذا الوصف: وما ربك بظلام للعبيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الظلم على نفسه. فإذن فيقول الله عز وجل: كيف يهدى من كان هذا شأنه ومن كان هذا حاله؟ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ إذن هم أعلنوا الإيمان وأعلنوا الشهادة بصدق النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان به، وقد رأوا الآيات البينات التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، وعاشوا حياة الإسلام، ثم بعد ذلك ارتدوا وتركوه. فيقول الله عز وجل:
والله لا يهدي القوم الظالمين. ظلموا أنفسهم وظلموا الأنبياء الذين رغبوهم في ذلك، وظلموا وحي الله سبحانه وتعالى. إذن فيقول الله عز وجل: والله لا يهدي القوم الظالمين، الذين ظلموا أنفسهم واستمرأوا هذا الأمر وأصروا عليه. هؤلاء الذين هذا حالهم وهذا شأنهم بعد أن جاءهم الرسول، وأنهم قابلوه بالإيمان والتصديق به، وأعلنوا الشهادة، أي شهدوا أن الرسول حق، وجاءهم البينات ووقفوا على الآيات البينات، ثم بعد ذلك كله يرتدون عن الإسلام الذي أعلنوه. فيقول الله عز وجل: والله لا يهدي القوم الظالمين. عبر ووصفهم بهذا الوصف وبمنهج التعامل معهم من قبل ربهم الجليل، فيقول الله: والله لا يهدي من تعلق قلبه بالظلم، ومن استمرأ الظلم، ومن أصر على الظلم. فلذلك إن كان هذا حالهم فإذا هذه مجازاتهم أولئك، فجزاؤهم يقول الله عز وجل: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن هؤلاء لا يهديهم الله فيرجعوا إلى الحق، ثم يقول الله عز وجل: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أولئك هؤلاء الذين وصفوا بذلك الوصف، جزاؤهم أي هذه هي منزلتهم وهذه معاقبتهم التي ستكون لهم إذا ما رجعوا إلى الله. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله. وهنا يشير بعض المفسرين مقارنة بهذه الآية وآية البقرة: أولئك عليهم لعنة الله، وهنا قال: أولئك جزاؤهم. قال العلماء: لما كانت الآية التي في سورة البقرة تخبر عمن مات من فعل هذا الفعل، أي آمن وصدق وشهد أن الرسول حق ثم ارتد ومات على هذه الردة، فلذلك قال: أولئك عليهم لعنة الله، أي أنه متحقق فيهم نزول اللعنة عليهم. أما هؤلاء لما كانوا ما زالوا على قيد الحياة، فالله عز وجل أخبر عن جزاء هذا الفعل، وهذا فيه من الرحمة والحكمة أنهم ما داموا أحياء فإن الله سبحانه وتعالى، وإن كان ذلك الأمر خرج مخرج الاستبعاد كيف يهدي الله لما ورد بعدها هنا والآية التي بعدها: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فلذلك جاء التعبير هنا: أولئك جزاؤهم، أي أن من فعل ذلك فإن مات على هذا فيكون هذا جزاؤه، إلا إذا تاب ورجع. فيقول الله عز وجل: أولئك جزاؤهم. إذا عرفنا الفارق بين ما جاء في البقرة: أولئك عليهم لعنة الله، وما جاء هنا: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله.
أن عليهم، وعليهم أي تنزل عليهم وتحيط بهم، وتحيط بهم، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله. وعرفنا أن اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، معاقبة من الله، واللعنة تكون من الناس بحصولها نطقا من إنسان نحو إنسان. والملائكة، فيقول الله عز وجل أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وسبحان الله، من دخل في لعنة الله، ما الذي سيكون له من الخير؟ ما الذي سيكون له من الخير؟ وماذا سينال من الخير إذا شملته وأحاطت به ونزلت به لعنة الله؟ لعنة الله. فلذلك فيقول الله عز وجل أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله، إذن الطرد والإبعاد من رحمة الله. والملائكة، موافقة للرب العظيم في مجازات هؤلاء، والملائكة ثم والناس أجمعين، وكذلك الناس يلعنونهم. وفي قوله أجمعين، أجمعين، أولا هل هذا الأمر في الدنيا أم في الآخرة؟ وإن كان في الدنيا كيف يكون اللعن من الناس أجمعين، وإن قلنا في الآخرة كيف يكون اللعن من الناس أجمعين، ومن المقصود بالناس هنا؟ فإن قلنا في الدنيا فالمقصود بالناس، من المفسرين من قال كل الناس. وكيف كل الناس؟ وهل هم يلعنون أنفسهم؟ قالوا لما كان هؤلاء يرون أنهم على حق وأنهم يلعنون من كفر ولم يصدق بالأنبياء وما جاءوا به من الحق، فإنهم يقولون بلعنه دون أن يدركوا إدراكا واضحا أنهم هم دخلوا في هذا الفعل، فسيعود ذاك اللعن لمن هو موصوف بذاك الوصف عليهم، لأنهم قد وقعوا في ذاك الوصف، فيكون هنا الناس أجمعين بهذا الاعتبار. ومنهم من قال الناس أجمعين المقصود به فئة منهم وهم أهل الإسلام جميعهم، وكون إطلاق الناس عليهم لمكانتهم ومنزلتهم، فاستحقوا أن يطلق عليهم هذا الوصف الناس أجمعين، أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهذه عقوبة عظيمة. ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم في ديننا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.